السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. وبركاته. نعم. شيخ استأذن حضرتك في 3 أسئلة على عجالة بعد إذنك. اتفضلي. السؤال الأول، هل يجوز جمع النية بين الأضحية والعقيقة وهو هيشترك في ربع عجل الشخص ده يعني؟ ربع عجل؟ ربع عجل، عجل بقى يعني. عقيقة لولد ولا البنت؟ بنت. لا يجوز لا الولد ولا البنت، لأن العقيقة للبنت سبع والأضحية سبع، فالسبعان أكثر من الربع، فالربع لا يجزئ. تمام يا شيخ.